فورا بعرف أقول لك كلمتين، ما دي المحرية فيك، وبقول لك شكرا جزيلا لك. بس احنا طالما عرفناكم في زي ما بقولوا خاطر الوطن، ما حنختلف معاكم عشان الوطن، لكن كل زول يحتفظ بعد بحاجاته بتفاصيله، كل انسان ونواياه عنده، يعني ربنا اعلم بالنوايا. وكتر خيركم وبارك الله فيكم، لان انا لما دخلت في النهايه ادعم جيش ولا ادعم مشتركه، ولا الناس لغبتني بورده مشتركه ولا قالت اي تفاصيل، ما انا جبرت زول قلت لي تعال قول لي ورده مشتركه، ولا قلت لي زول تعال مجدني، ولا تعال قول كلمه طيبه في حقي، ولا اي حاجه. وزي ما قال ماكس، الناس دي ما جات هنا من فراغ يعني، تمام. وما ما يعني ما 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 لقيتوني في حاجه ممكن تكون مؤذيه بالنسبه لكم او للمجتمع، او انا زيت زول فيكم، او اسئت لانسان، ما عملت حاجه كعبه انا. فما عارفه ليه الناس بتحاربك في الخير وبتمشي بتألف انه عندي اجنده، وانه دشر حيكون جاي، وزورتي بتفرق في الناس. يعني انا بعمل في حاجه تلم الناس، كيف تقولوا بفرق في الناس يعني؟ بتحذر الناس مني، بيقولوا دارين نعمل حق في شنو قدر ده يعني، في شنو يعني؟ هسه انا بقول لكم لا تعملوا حمله ضدي ونمشي قال نحرش الناس، ما محتاج الموضوع ده يا اخي. انتوا لو شايفين انا دعمي للجيش وللمشتركه ده خصما، وشايفين انا ما بستاهل الالغاب دي، وليه الناس تجي تقول الحاجات دي عندي، وليه ناريمان وليه ناريمان يا اخي؟ من الليله انا راصده ملام بالمواضيع، لو يوم جيتوا لقيتوني بقول في حاجه تعلموني عادي جدا يعني، الموضوع ده بسيط. وانا ما عارفه ليه في كل انسان في الدوله دي انتوا ليه احنا من الليله لما نجي نتعاك توجيه يعني اديك اوامر في انه ما تتكلم وما تقول. انا ما عارفه من هو ماسك صكوك الوطنيه دي في الدوله دي. فانا تاكدت وصلت لحته انه يا اخواننا كلنا كسوان، عندنا مشكله كلنا وكل يوم انت بتصدم في شخصيه جديده يعني، للاسف الشديد. مع انه ناس زي دي المفترض يكونوا نماذج يعني، الليله طلعت مسافره الدارفور اصلا ما كنت يوم ايام من الايام اتوقع نهائيا. زي ما هسه الناس استغربت في انه مثلا مضل قلعه جات طلعت قالت كلام زي ده مثلا، استغربوا فانها دي فنانه تقول كده ليه؟ انت فنان بتكون محب للسلام بغض النظر عن الزول ده هو كان شنو ولا كده، جات تقول انا ما غنيت ليك وكده. فحاجات كده غريبه يعني، حاجات غريبه يعني، فعليكم ان تتخيلوا. فحسي هو طالع في لايف بيقول هي لو كانت ورده المشتركه زي ما الناس بتقول قال انا كان غنيت ليها. ما بيانك تغني لي يا صابر الدارفوري، ولا تتعب نفسك، ما طلبت تتغني لي يعني. كونك انت بتغني للوطن وانا عشان بجي اشغل اغانيك وعشان بحمس اخواني دين وبدعمهم، انت شايف الحاجه دي مثلا منقصه؟ من يوم الليله لو لقيتني يوم مشغله لي اغنيه تعال حاسبني، ما عندي اي مشكله. عشان انتوا ذاتكم بقيتوا فنانين قاعدين في السودان ده حيرتونا ذات، وديك بهنا بتقول لي شكرا انا ما الاغنيه ما حقتك، وانت بتيجي تقول لي هنا انت لو ولد المشتركه كان غنيت لك، انا ما طلبتك تغني لي. واللغب ده ما انا جيت اشتريته من السوق، ادوني لي واخواني هم اللي قالوا اخت المشتركه وردت المشتركه. ومين هسه يا مشتركه؟ تاني هسه بوريكم، ما زول يجي يكتب لي هنا لا مشتركه فوق، ولا تيجي تقول لي ده لا ده لا ده. وهسه حتى لو اي حاجه يعني هو بقول كلام كثير يا اخي، قال ما دار يعيد ولا دار يزيد، وكل الدار اقول لك يا اخي الله يسامحك كويس وكتر خيرك وبارك الله فيك، بس انتهى الموضوع. كثير كلام كثير ذاته. جبت اسمي انطق يا ارمشي، ولو ناطق صوت الريده فيك من ثانيه ما اطنشي، يمكن اجي والقاني فيك يا سمحه، وافهم لي اشياء هي انا هسه بتونس معاك، والبيني بينك شوق وليل، والقمر كان لسه طفل، وشوف فايلها وفي شيرين، والطير يغني بعد رجع مرتاح بعد سفر طويل، وانا وناس المشتركة بنشكي لك. فابتسم يعني، ما 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 تخلي ما تخلي الابتسامة تروح من، شفتي الناس كلها بطالبوك تحب الابتسامة. تسلم والله، تسلم يا اخي، شكرا لكم جزيلا وشكرا جميلا حقيقة. لكن والله جد زعلت، انت عارف يا ماكس بيتكلم وبطريقة كده ما جميلة يعني، كثير كلام كثير ذاته، الناس بقت عجيبة حقيقة يعني، دنيا عجيبة والله، دنيا عجيبة يعني. أسي أنا من فتحت اللايف بتاعي ده يا ماكسي تتخيل قفلته، الآن في 5 منصات شغالين بيتكلموا في موضوع ناريمان ده يعني، في واحد شغال بيتكلم قال إحنا شال كلامي ألفه بطريقة تانية، بيقول شنو بينادي في الناس انه تعالوا، عندي فاتحه لايف بهناك
هي بتشخصن المواضيع وقال الشر القادم في السودان ما الحرب لكن القادم في السودان. ناريمان دي قال فتنة، قال فتنة عملت شنو أنا يعني، بيتكلم مع الناس بطريقة زي دي، حاجة عجيبة يعني، حاجة غريبة يعني. فمشكلة، مشكلة حقيقية، الواحد ما قادر يلقى لها حل. ده نجاح، ده نجاح دايما بالطريقة، لما تلقى أعداءك كتروا معناه أنت ماشي في الاتجاه الصحيح. والله مشكلة بجد يعني، حاجة كده يعني. دايما أنت بتحاول إن تكون متفائل وإنسان جميل في الحياة، لكن بتلقى الناس بتقفل نفسك حقيقة. يا أخي في الدور سيرة يعني، هي خلاص يعني جات من دي. مشكلة، أنا كزولة واحدة أنتوا شايفين إنه أنا وجودي ده ممكن يخرب، فخلاص أنا ببعد، وأتمنى إنه يعم الأمن والأمان والسلام وأي حاجة. فبس أسألي كل أخواني في المشتركة ولا غيرهم ولا غيرهم ولا في الجيش ولا في أي حتة تاني، لو حسيتوا أنا اتغيرت في كثير من التفاصيل ما تجي تقولوا ناريمان دي مالها يعني. أتمنى تتفهموا المرحلة الجاية يعني، لأنه في ناس بتضطرك إنك أنت تغير كثير جدا في دواخلك وتفاصيلك وحاجاتك. فالله غالب يا اخواننا، دي بلد ما بتقدر تعدل فيها حاجه حقيقه. احنا لو ما صلحنا كل النت براك ما بتقدر تقاوم وتعمل حاجه، فخلوها كده. قصه عجيبه جدا، خلوها كده. دايما قال احنا ده حاجه، لانه هو بيتكلم هناك قال احنا ناس التوجيه المعنى، ونحن في رد له انت هناك. فخلوا المواضيع دي كده، الله غالب، خلوها كده. قلت شنو يا ماكس؟ اسف المقاطعة. قلت لك مو قال لك ده الدايرين ده اللي عايزينهم ذاتهم. فحاجة غريبة جدا يعني، ما تقدر تفهم الناس دي بتهاجمك بكل الشر في الدنيا ده، في شنو انا ما عارفة. وقدروا ده يعني، في شنو يعني قدروا ده؟ يعني غصة الذنوب نزاتها يعني كده، ماسكين سيرة كده بطريقة غريبة. يا اخي انا لا اجيب دبلت فيديو، لا كبشرطة لايف، لا قلت للناس تعالوا حبوني، وبقولوا هي بتعمل عندها اجنده. شنو الناس هي بتجي تقدم قصتي يعني؟ زول بيقدم لك قصتي وهو بيطلع بيقول لك انا دار اقول كلام. انا ما قاعد اجيب الناس، ما قاعد ادفع لهم قروش، انا ما قاعد تلفزيوني هنا، ما قاعد اتكلم. زول جاي اتكلم، انا سمعت له وسمعت له مبتسمه ذاته، ما عملت اي حاجه ذاتي، ما قلت ولا وديت ولا جبت يعني. في شنو يعني؟ كون لقيتوا الناس دي حبتني مثلا، الحاج مزعلاكم يعني؟ هم اللي ادوني الغاب دي، مزعلاكم؟ قالوا لا ما مفترض يكون، اسحبوها يعني، اريت بطنكم تبرد. الناس جاتني لحد عندنا، ما مشيت لي زول ولا ناديت زول ولا يوم شفتونا لافه في منصات ذاتي ولا قاعد الف. الله يسامحكم، الله يسامحكم، شعبي غريب. كلام عجيب. وفي حاجات تانية متحفظة عليها، لأنه كانت بألفاظ ما حلوة، ما بتشبهني، ولا حعيد ولا حقول في احترام اللي منصتي يعني، ما حتكلم. بس خلتني براي بيني وبين نفسي كده، أعرف أنا حتعامل كيف في مقبل الأيام إن شاء الله. لكن بس تاني ما تجي تزعل تقول ناريمان دي بقت عنصرية، ولا تجي تقول ناريمان دي ما لا، ولا الزولة دي بقت رابعة قزازة ولا بتاع تمام. وكل أنا سجلت الحاجات دي بعد تاك، فبس عشان لما اي هجوم تاني يجيني انا بعدين اطلع لكم الايفيدنس بتاعتي والادله بتاعتي، اوريكم انا عملت كده ليه، قلت كده ليه، تمام. فبس دي حاجه مؤسفه جدا جدا حقيقه يعني، شيء مؤسف خالص خالص، الله غالب. وانا والله يا ماكس بشكرك جدا جدا والله، ما اسمع ليش تعبتك معي يعني. لا ما مشكلة إن شاء الله. ما هي الوفاظات بتقعد 5 أيام، إذا رسل لك في أي يوم بين الخمس أيام دي عادي، بعدها بتضيع إلا تاني تعمل وفاظات جديدة. لله. أوكي. والله ما أعرف، لغاية نشوف اللي بيحصل شنو، إذا رسلوا لي ويلكم، إذا ما رسلوا لي خلاص يعني ما عندي مشكلة الحاجة دي. مثلا الدنيا أنا بتكون ما أدري معاك جاك مهم مهم القشرة مرجعان. ها حبابك منور يا سلام يا أخي، يا سلام يا مكس، يا سلام يا ناريمان، يا والله أنتوا بنوركم حرفيا. حرفيا أنا تلفوني ده فيه نور الصي، حرفيا كده في إضاءة، في إضاءة ما أعرف ده الحصل شنو يعني.
يعني ريمان يا اخي حرام عليك يا اخي، احنا قلنا لك انت دائما الغير مستهدفه والشجره المثمره تلقفها الناس بالحجاره، فالحاجه دارينا منك يا اخي كوني انت يا اخي، ما في داعي نهائيا تاثر في كلام اي ناس، وحاولي شفتي الناس اللي بيرسلوا لك اساليني، انا ما عارف الشغل ده كويس، في ناس كده يقوموا بيرسلوا لك في الواتس يقول لك يا الحاج شوف يقول عنك شنو، شوف قاعد يقول عنك في الفيسيو، شوف فلان قال، يلا الناس ديل صدقيني ما غرضوا مصلحتك، الغرض بتاعه انه يوتروكي يقلبوا بيكي يوصلوك لمرحله انك تردي، وبعد ما تردي قال لك يستفزونك يستفزونك ليخرجوا أسوأ ما عندك، وحينها يقولون هذا انت، فما تخليهم يوصلوك للمرحله بتاعت انه يستفزوك عشان تجي تطلعي من طورك وتبقى حاجة تانية، والوقت ده بالذات هو الوقت الجميل جدا لنفس الزون اللي رسل ليك ده اللي يقول يكبشر ليك، وهو نفس الزون اللي بيشيل نفس الحاجات دي وبيمشي للطرف الثاني وبيقول له شوف شوف ناريمان قالت عنك شو. للأسف طبيعتنا كده، عندنا ناس يا ناريمان ناس أعدو أعداء، حاجة اسمها أعداء النجاح، أعداء النجاح دي مش انت في شخصك كناريمان بس، لا اي حاجه سمحه بعدوى، اي شيء اي انسان جميل في اي شيء، جميل في موقفه السياسي، جميل في فنه، جميل في تمثيله، اي جمال هم اعداؤه، فالناس دي يا ناريمان يا اخي بقدر الامكان ما تخليهم ياثروا فيك نهائيا، الزول بيرسل ليكي تسجيل ولا بيرسل لك منشور على اساس انك انت تقومي تخشي وتشوفي، قول لي يا اخي شكرا لك، ما طالما انا ما سمحت، ما طالما الحاجه دي بوراي خليها بوراي، الداري واجهني ده يجيني واجهني، وصل لي مرحله انه ما قدر يواجهك فيس تو فيس ويتكلم معاك، اذا راجل ده ما راجل ده شبه راجل يعني، واذا مره تراجع تربيته، فالفكره في شنو؟ انك انت ما تستجيبي للناس اللي بيوراكي دي، شفت الحاجه اللي بتحصل بيوراكي دي؟ اصف ما شفته ولا تشتغلي بيها ولا تضطر انك انت تحضريها ولا تحاول ذات تفكري فيها، لانه انت لابد انت ما طالما يعني بقيتي في العامه وبيجي يحضروكي 1000 2000، فالفكره انه الناس دي مستحيل كلها ال 1000 نفر ديل ولا ال 500 نفر مستحيل كلها يكون رايها واحد اتجاهي. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما سلم من الكلام ولا سلم من الأذى، ونحن ما أفضل من الرسول يعني، فيتأكد إنك أنت ما طالما طرحت للعامة وما طالما بيجي فيه هجوم عليك معناه أنت ماشي صح، لأن اللي بيهجم عليك ده بيكون عرفك إنك أنت مؤثرة، فكونك تكوني مؤثرة عشان كده هاجمك زمان الكيزان دي يا ناريمان، أنت طبعا زول سياسية فأكيد عارفة، ما كان بيهجم على اي زور، مثلا في الجامعه عندنا الكيزان ديل بتلقى فيه معارضين كتار اليوم، لكن هل هم ناس الجهاز مثلا بيستهدفوا اي زور معارض يمسكوه ويدخلوه المحتغل؟ لا لا، كده البلد دي كانت بلد كلها يوم محتغلات، ما كان قدروا يوفر لهم وجبه، عشان كده بيقوموا شنو؟ بيشوفوا المؤثرين منهم وبيبدوا يصطادوهم وبيبدوا يضغطوا عليهم، فكونك انت وصلت لمرحله تبقى مؤثر دي ذاتها دي براها كده اسمها نجاح، عشان كده انت مؤثرة، مؤثرة في كلامك، مؤثرة في فهمك، انا تابعت فيديوهاتك، انا جديد على فكرة في تيك توك ده، لكن بحاول ما اطلع في اي منصات، بطلع في المنصات اللي بتشبهني وبطلع في الناس اللي بحس انه يعني مبدون وفهمهم قريب لي، انت مبدئك وفهمك ده قادر يصل للسودانية الان احنا دايرينها، والسودانية بتمثلنا كواجهة لنا بنتصرف بيها، انه تكون يجي المصري يحضرك، يجي العراقي يحضرك، يجي اي زول من اي جنسية يكون فيحضر في البث بتاعك بيعرف انه دي اهل المرأة السودانية، بفهم العالي، بعدم عنصريتها، بفكرها المتواضع، بثقافتها، فبالتالي في ناس ما من مصلحتهم انه السوداني ما يجمتني ما فكرك، انا بشوف الانسحاب ده في فهمي انا غايته بشوفه غلط، ليه بقى غلط؟ دي ولاية كانوا الكيزان مسيطرين فيها، انا جيت عليهم خشيت معاهم معركة شرسة حررتها منه وتمركزت فيها اكتر من 4-5-6 شهور، ما ممكن اصلا تاني انسحب منها
واسلمها له. ليه بقى؟ لانه انا قبل زمان جيت استلمتها منه، انا استلمتها منه رجاله في الجيغ نخرين، ما استلمتها منه وكذا انسحبوا منا، استلمتها منه ما تولي فيها ناس غوالي، ما تولي فيها عزاز، خسرت فيها واستلمتها وتمركزت فيها. فما يمكن تاني اي انسحب منها عشان تاني يتمركزوا فيها، وتاني اي اخسر رجال نفس الموضوع في نفس الحد. لا، كون قوتي موجودة فيها، رجال التاني داير اخسرهم في نفس الحتة دي، في جندي، في عضبرة، في الدبة، في القطارف، في اي محل بمشي بخسرهم في ولاية جديدة عشان اتم بهم انجاز جديد. اكون شنو؟ زي ما بقولوا زدت كومي. لكن ما يمكن يا هزات المثل بقول لك يا هي، زي ما بقولوا بتدور لبنها وترجع ترضع. يا هزال ما هي اللي بترضع نفسها، تدور بيجا وترضع بيجا، عملت شنو يعني؟ ما عملت حاجة. يبقى اخواننا ناس التخطيطات اللي بتخططوا ديل، كان فيكم كوز ورونا، كان فيكم رونا، شوفوا ناس كنديل. ما تقول لي تكتيك حربي ولا تكتيك عبد الزنبار يا زلمة، اسمح كلامي ده كويس، شوفوا نظفوا ناس كنديل. تكتيك حربي زي ده احنا ما دايرينه، نخسر شهداء في نفس المحل وتاني بكره، نخسر في نفس المحل وتاني بكره في نفس المحل، تكتيك زي ده ما دايرينه. الزول اللي بفكر لكم في تكتيك حربي كون ده، ده شغال، دارين زول ذكي، التكتيك ده داير زول ذكي، مخه ده ناشط، مخه ده زي موج البحر بيقلب كده بيجيب كده.